يصوروا خلال تليفوناتهم فيديوهات صور أشياء كثيرة وبيحبوا أنهم يعملوا لها إيديت لكن بيعرفوش لأنه تطبيقات أو يعني البرامج تاعت الإيديت شوية صعبة عليهم أن يتعلموا عليها تكون مكلفة بدها أجهزة مواصفات عالية. في كثير تطبيقات برضو للتليفون بتكون حلوة بتعطي يعني شغل منيح من ضمنها في كنت أنا عاملها بلاك فيديو لأدوبي بريمير كليب لكن حقيقة في تطبيق بقيته يعني من كم يوم كان فعلا تطبيق أذهلني بشغله يعني يعادل تطبيق أو برامج احترافية فاينل كات برو أدوبي بريمير برو برامج هاي إيديوس يعني الإيديتورية اللي بيشتغلوا على البرامج الاحترافية هاي لو شافوا هذا التطبيق فعلا راح ينصدموا كمان طبعا فجيت لزملائي برضو يعني استغربوا منه أنا يعني بصراحة يعني تطبيق رهيب فحبيت أني أعمل هذا الفيديو لإلكم حساس أنه اللي بحب أنه يمنتج أي فيديو بعد هيك بيقدر أنه يمنتجها بكل سهولة من خلال هذا التطبيق. مش هطول عليكم كتير خلونا نروح على التليفون ونشوف التطبيق وراح أشرح لكم إياه إن شاء الله بالتفصيل. طبعا هذا التطبيق اللي أنا كنت حاب أحكي لكم عنه الكين ماستر. باجي على الزائد في الدائرة الحمراء بضغط ضغطة بروح على امتي بروجكت بعمل لي بروجكت جديد فاضي زي ما انتو شايفين. بروح على الميديا من الميديا ممكن اني اختار الفيديو حسب انتو وين حاطينه بتليفونكم. انا حاطط هان رح اجي هان طبعا مجرد اني اضغط على اي فيديو عندي هان او اي صورة رح يعمل لي لإله رح يحطه في التايم لاين عندي. هاي نختارت هذا نختار هذا نختار هذا اوكي ونعمل صح هاي اجوا عندي وين كلهم هان. طبعا زي ما انتو شايفين هاي التايم لاين عندي اجا بالشكل هذا. ممكن اني احرك يمين شمال زي هيك واشوف الفيديو عندي شغال بكل سلاسة بكل سهولة. طيب ايش اللي انا ايش الخيارات او الاشياء اللي فعلا اذهلتني في هذا التطبيق. خلونا نبدأ في اللاير هان. تمام طبعا الميديا حكينا بنعمل امبورت اللاير ممكن اني اضيف زي كذا تراك لكذا فيديو صورة صوت تأثير لوجو اي حاجة انا بدي احطها. نروح على الميديا على سبيل المثال لو حابب اني اجيب لوجو نروح على هان ونيجي هان مثلا هاي هذا اللوجو اوكي. طبعا الصورة بي ان جي لازم تكون على اساس اني احطها ويكون ايش لوجو. بصغر هيك بحط هان مثلا بحطه على اي جانب اي زاوية. طبعا من هان بتحكم في حجم الصورة الروتيشن تاعها. لو اخترت على الفيديو هذا نفسه راح اجي هان ضغطه تمام سوري خلينا في اللوجو شوية. مثلا في الصورة هان في عندي ممكن اني اعمل زي فيد ان او كيف يكون كيف يدخل الصورة. مثلا هاي فيد ان ممكن يكون سلايد رايت سلايد ليفت سلايد اب سلايد داون سبين. طبعا في تأثيرات كتير ممكن كنتوا تشوفوها مثلا هاي انا ححط فيد تمام. طب طبعا لما اجي احدد الفيديو الصورة احدد اللاير تاعي بضغط ضغط عليه بيحدد لي اياه بيجيب لي الاوبشن تبعته كلها. لو اجيت على اخر الفيديو مثلا من هان شايفين هاي الاربع نقط اللي هان لو سحبتها زي هيك بطول لو سحبتها هيك بيقصر تمام زي ما انتو شايفين بالشكل هذا. طبعا بيخلص ايش راح يعمل طبعا لازم ادعس هان بيروح. عشان الطلعة تكون يعني الطف شوية ممكن ان اضغط عليه واعمل فيد اوت اللي هو اوت انيميشن مثلا هاي فيد هاي اوكي او اي حركة تانية انا حابب اعملها. مثلا خلونا نعمل في الاوت اللي هو مثلا هاي سلايد ليفت يروح هيك تمام. زي ما انتو شايفين هاي اجى عندي هيك وراح عندي هيك تمام. الان هذا الفيديو هذا بالنسبة للصورة هان. طبعا في عنا خيارات كتيرة ممكن هان نيجي نعمل تريم. مثلا لو اجينا نعمل تريم ليفت زي هيك راح ياخد الجزء اللي شمال يحذفه ويخلي اليمين تمام. طبعا في هان عنا الكنترول زد او الريدو. في عنا هان العكس راح يعمل راح يخلي اليمين الشمال سوري ويحذف اليمين
هاي ناكس، لو عملت سبليت راح يقسم لي اياه لجزئين، الصورة نفسها راح تصير ايش صورتين زي ما انتم شايفين. طيب اوبشن الثانية في عندنا هان السبليت سكرين، لو انا حابب اني اعمل سبليت سكرين الصورة تبعتي، او لو كان عندي كذا فيديو بيعمل لي اياه بكذا مود زي هيك، طبعا يمين شمال، هذا راح يبين معي اكتر بالفيديوهات مش في اللوجو هذا. خلينا نشيل هذا اوف. طيب في عنا هان اللي هو الروتيشن والميرور، ممكن نسأل هاي هذا اللوجو، مرة يجي هيك نعمل روتيشن راح يعمل لي فليب او ميرور زي هيك، تمام فليب سوري او روتيشن. طيب نيجي ايش في عنا اوبشنات تانية كمان، انيميشن كروبينج، لو حابب اخفف الشفافية تبعته ازيدها، ممكن انه مثلا نيجي على الفلتر كلر، هذا مبين معنا اكتر بالفيديوهات يعني الى اخره. خلينا نروح على الفيديو هان، هذا الفيديو نشوف الخيارات الموجودة فيه، طبعا جاب لي خيارات اكتر، طبعا الترم معروفة نفس الترم اللي تو شفناه، ممكن هان اني افصل الصوت عن الصورة، هذا خيار اضافي لو كان عندي الفيديو فيه صوت، فيه صوت تمام. ممكن انه مثلا استخرج من هان من الفيديو هذا فريم، ياخذ فريم واحد ويثبته كصورة، طبعا زي شايفين هان فيديو ثبت بعدها كمل يشتغل، هذا اوبشن يعني بحكي لكم هذا التطبيق خرافي جدا في امكانياته، لانه بتوازي تماما التطبيقات الاحترافية. هان خيارات الصوت عندي، ممكن اوطي اعلي اعمل ميوت اشغله، لو في عندي اف اكس ممكن احطه، كومبريسور في عندنا ليفت رايت، ممكن اني اتحكم اخليه يشتغل مثلا في الصوت الليفت واحط صوت تاني رايت وهكذا. طيب في عندنا الكليب جرافيك، ممكن اني اضيف تايتل على هان، طبعا هاي زي تايتلات جاهزة تمام، ممكن اروح هنا بشيل لي اياه، ممكن اختار اي حاجة من الاشياء الموجودة عندي هان. السبيد كنترول، ممكن اتحكم في السرعة، اسرع ابطئ او اخليه واحد اللي هو السرعة الطبيعية، ممكن روتيشن ميرور، الفلتر زي ما حكينا هان، عندنا هاي مثلا ابيض اسود، تأثيرات معينة، طبعا ممكن يعني لوك سينما طلعوا شوفوا كيف، يعني بصراحة زي ما كنت بحكي لكم هذا التطبيق خرافي جدا بامكانياته، لانها بتوازي اللي هي البرامج الاحترافية زي بريمير فاينل كات برو والتطبيقات هاي كلها. طبعا من هان نروح نعمل اللي هو النورمال، في عندي الكلر ادجستمنت ممكن احكم فيه بشكل مانيوال، هان الاضاءة، في عندي هان الكونتراست، في عندي هان الساتوريشن تمام، مخليه هاي صفر اوكي هكذا، انا ما غيرتش حاجة. الفوليوم ممكن أنا نتحكم في الصوت، نضيف نقاط يعني نروح على الاوديو هان شوية تمام، ونعمل مثلا هاي اد بوينت هان وبوينت هان، نمشي هيك ونعمل هان كمان بوينت، وننزل البوينت هذا لتحت زي هيك سوري، ونروح وننزل هذا، نيجي هان هذا البوينت ننزلها لتحت زي هيك من هان تمام، ومثلا هان نعمل كمان بوينت ندعس على الزائد وبننزل هان، وفي المنطقة هاي مثلا اني اعلي لو في عندي الفويس اوفر، بصير عندي مثلا موسيقى فويس اوفر موسيقى، هذا الاوبشن طبعا نستخدمه كتير في حال لو انا كنت بستخدم كذا كذا تراك صوت، واحد مثلا صوت، واحد تعليق صوتي، واحد موسيقى، تأثيرات صوتية، اي اشي. خيار الاوديو فلتر، من هنا ممكن اني اغير الصوت اخليه تأثيرات كتيرة، ممكن انكم تجربوها. في عندي هان الفينتج، لو انا حابب اعمل لي الاسود هذا اللي على الاطراف، طبعا اون واوف بالشكل هذا. طيب ايش في عندنا اوبشنات، هذا طبعا الاوبشنات الموجودة عندي بالفيديو الخاصة بالفيديو نفسه. طيب اوبشنات تانية موجودة عندنا، نروح على اللايرز هان ونجيب مثلا
جبنا احنا هاند ميد، يعني نروح على اللي هو الافكتس. الافكتات عندي مثلا على سبيل المثال لو بدي اعمل بلور باجي هان، طبعا هاي ضاف لي ايش لاير للتأثير، طبعا بضغط ضغطة طويلة على التأثير وبس حابب ازيحه يمين وشمال بتحرك معايا. طيب نيجي على خيارات التأثير هذا، اول اشي بدي اخليه يغطي الشاشة كاملة زي هيك، طبعا من خلال السهم هذا اللي على الزاوية. ممكن انه مثلا نعمل اللي هو بين السيتنج نزيد كمية البلور زي هيك، ولو حابب انه يبدأ ببلور وبعد يمشي مثلا لهان وبهاي اللحظة يروح البلور، باجي على النقاط اللي بالصفر اللي بالمربع الاصفر هاي اللي بالاخر بضغط سداسة وبزيح هيك، هيك قلل لي مدة اللي هو التأثير. وباجي هان بروح على الاوت انيميشن بعمل مثلا فيد ونزيد مدة الفيد لأقصى مدة نص ثانية. طيب نيجي هان ونشغل نشوف زي ما انتم شايفين كان بلور بعديها ايش راح البلور هذا. طيب في عنا الاوفرلي، طبعا في تأثيرات كتيرة تانية ممكن انكم تروحوا على المتجر الخاص بالتطبيق وتجيبوها، ممكن تشتروها يعني لما تكونوا بريميوم، وفي اشياء فري. نرجع لللايرز عنا، نروح على الاوفرلي. الاوفرلي راح برضو او راح كمان راح يعطيني اشياء تانية مثلا زي صور زي هيك، راح يكون يعني ممكن لو عندي عيد ميلاد او اي حاجة ممكن اني اضيف زي اشياء تأثيرات اي حاجة. اوكي ماشي. في عنا لو رحنا نرجع على، طبعا نتحكم فيه زي كل الخيارات التانية، نروح على يار في عنا التكست. التكست حلو كتير وخصوصا انا ممكن اكتب عربي مثلا، هاي مرحبا زي ما انتم شايفين. اوكي هاي كتبت نص بالعربي بكل سهولة وبكل بساطة. ممكن طبعا نتحكم اغير النص لو دعست هان، ممكن نتحكم في الانيميشن تاعها الى اخره، لو بدي تصويت لليمين لليسار، الشادو لو احطه اشيله، ممكن اضيف جلو، ممكن اضيف ستروك زي اوتلاين، ممكن احط باك جراوند. يعني بصراحة التطبيق هذا زي ما كنت بحكي لكم بروفيشنال جدا وكتير كتير كتير حلو، لانه يعني انا كمثلا مونتير بشتغل على برامج احترافية زي البريمير او الفاينل كات برو، الخيارات هاي يعني انا بعملها هناك، وطبعا نعملها مثلا بايدنا بتاخد معنا وقت كتير، لكن هان نعملها بكل بساطة بكل سهولة وبسرعة. وهذا الشيء يعني الحلو فيه انه ممكن اي حدا يصير انه يعني يصور اي فيديو ويعمل له مونتاج في نفس اللحظة بدون ما يروح يدور على حد ممكن انه يعمل له مونتاج، حد يساعده ممكن ما يعرفش او اي شيء. لا بسيط جدا التطبيق زي ما انتم شايفين وسهل جدا، ممكن اي حد يشتغل عليه بكل بساطة. في خاصية هاي حلوة كتير انا عجبتني، الهاند رايتنج. لو اجينا هان ومثلا نعمل دائرة مثلا على سبيل المثال، في عنا هان حاجة بدي احددها اظهرها على اساس انه الناس تشوفها. الان بدي اخلي الدائرة هاي ترسم رسم، فايش بعمل؟ بروح على الان هان بعمل الدرو باي ستروك، بعمل اوكي. ممكن انه نطول التأثير هذا مدته كمان، نخليها مثلا ثانيتين. اوكي نعمل تشغيل، شفتوا كيف راح رسم لي اياه رسم بدون يعني كل يعني حركة عملتها بكل سلاسة وبكل سهولة بدون اي مجهود او اي اشي، فقط ضغط عليه عملت بالانيميشن ان انيميشن اوت. ممكن يعني نعمل اي حاجة احنا بدنا اياها في الاوفرلي انيميشن. طيب في عنا مثلا في الاوفرلي انيميشن، خلينا نروح على نجرب مثلا فليكر. اوكي نشغل يومض تك 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 يضوي ويطفي. طبعا هذه الشغلة سهلة جدا بعملها بكل بساطة، يعني بحكي لكم هذا التطبيق فعلا 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 رهيب، بدون يعني الخيارات الخصائص الموجودة فيه توازي أكبر برامج موجودة بتحتاج أجهزة عالية بمواصفات عالية بتكلف فلوس كتير، لكن هان بكل بساطة بكل سهولة ممكن أني أعملها وبكل أريحية بدون ما أكون عندي أي خلفية على الإيديتينج أو
اي علاقة او اي صلة، فقط انه انا هاوي للشغلة هاي او حابب اعمل اي فيديو بعمله بكل بساطة. في عنا الفويس، هاي ممكن اني اسجل صوت، هاي مثلا انا الان بسجل الكلام اللي انا بحكيه، طول ما انا بحكي هو بسجل بجيب لي هان الليفل. طبعا لو عليت صوتي زي ما انتم شايفين بيطلع بنزل ستوب. الان نرجع ونعمل بلاي للفيديو اوديو تاعنا، هاي ريفيو. هاي مثلا انا الان بسجل الكلام مثلا، هان عندي الصوت عالي كتير بالفيديو هذا، بروح على الفيديو بحدده، بروح على الاوديو بعمل الصوت مثلا اي 18. نرجع هان نعمل بلاي الكلام اللي انا بحكيه، طول ما انا بحكي هو بسجل بجيب لي هان الليفل. زي ما انتم شايفين راح عمل لي صوتي شغال والموسيقى عملتها باك جراوند. يعني ممكن انا اعمل حاجة زي هيك بكل سلاسة زي ما انتم شايفين بكل سهولة. في عنا الاوديو، ممكن انا اضيف اي موسيقى انا حاببها او تأثيرات صوتية او اي اشي بختار يعني. تمام، هذا هو بالنسبة للي احنا شايفينه بالجهة اليمين. في عنا هان الستور، طبعا هذا الستور خاص فيهم، في اشياء فري، في اشياء بدها اللي هو لما يكون عندكم حساب بريميوم، ممكن انكم تعملوا حساب بريميوم، التطبيق مش غالي كتير لو حابين تشتروه. في عنا هان اللي هو نروح على الجهة الشمال، هذا الخيار زي ما انتم شايفين بوديني على اول التايم لاين، وهذا بوديني على اخر التايم لاين، هذا الاول وهذا الاخر. طيب نرجع مثلا للنقطة هان، وين رحنا؟ هان. الان هان زي ما انتم شايفين في عندي ليارات كتيرة، لو حابب اني اعرضها باجي على الثلاث اسهم، الثلاث خطوط هاي والسهمين، بعمل زي هيك بروح بعمل لي اكسباند للتايم لاين تاعي. طيب انا الان مش شايف ايش الفيديو اللي انا مشغله، كيف بدي اشوفه؟ في عنا هذا المربع بضغط عليه زي هيك بروح بعمل لي بريفيو تحت. زي ما انتم شايفين هاي كل الاشياء اللي انا عملتها، بشوف التايم لاين، بشوف البريفيو، ممكن اشتغل بكل سلاسة وسهولة بدون اي مشاكل. طيب نصغر. في عنا هان الاوبشن، ممكن اني اتحكم في اوبشنات التطبيق. تمام، التأثيرات، الفيد ان مثلا كم تكون مدته، الديفولت سيتنج خلينا نحكي بالنسبة للفيديو، بالنسبة للإيديتنج. في عنا مثلا لو انا حابب ان احفظ الفيديو اللي انا اشتغلته، بروح على اشارة الشير هذه، بختار ممكن نحفظ 4K 2K و 1080، يعني خيارات احترافية. ممكن يكون الفريم ريت 13 25 24 سينما 15 12 مثلا، يعني هذه برضو من الامور الاوبشنات الكتير ممتازة في التطبيق هذا. ممكن احلل الكواليتي، اقلل الكواليتي. بحكي لكم هذا التطبيق فعلا تطبيق احترافي جدا 100%، يوازي اكبر 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 التطبيقات والبرامج الاحترافية اللي بتتطلب اجهزة ومواصفات عالية. لكن الان صار انا ممكن اشتغل شغل احترافي جدا بخلال التليفون تاعي بكل سهولة بكل بساطة، وزي ما انتم شايفين يعني البرنامج مش معقد نهائيا. من الخيارات الحلوة فيه انه ممكن اني اسجل فيديو او صور واحطها دايركت على التايم لاين تاعي. يعني هاي ممكن اهم الخصائص والخيارات الموجودة في التطبيق اللي احنا ممكن او اللي حبيت ان اعرضها لكم. طبعا انتم ممكن تنزلوا التطبيق بكل سهولة من المتجر الخاص بتليفونكم، سواء كنتوا اندرويد او ابل او ايش كان النظام اللي انتم شغالين فيه. وممكن كمان تعملوا اشياء كتيرة زي ما انتم شايفين. طبعا الان بطل في حد عنده اي حجة انه ما يشتغلش او انه يكون حابب يعمل اشي وما يعملوش. هذا هو التطبيق اللي فعلا اذهلني وابهرني بامكانياته، لانه انا كمونتير فيديو يعني بشوف انه هذا التطبيق فعلا يوازي اكبر التطبيقات اللي انا اشتغلت عليها. بتكلف فلوس كتير، بدها اجهزة كبيرة بمواصفات عالية كتير كتير كتير، لكن الان تليفونك بكل بساطة بكل اريحية ممكن انك تشتغل. خلونا طبعا هذا بالنسبة للموضوع هذا، يعني بحب او بتمنى تكونوا استفدتوا منه. وطبعا بتمنى انه الكل يتابع القناة لكل شيء جديد، يعمل اعجاب، يعلق، ينشر الفيديو، واي في اقتراحات لاي تطبيقات، لاي برامج، لاي اجهزة حابين انه نعمل لها زي مراجعة انا جاهز. طبعا في تطبيقات جديدة كتيرة رح انزلها في الايام الجاية. خليكم على تواصل مستمر، لا تنسوا لايك كومنت وسبسكرايب للقناة، وبشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.